السلام عليكم الإخوان وحياكم الله إنما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. تحية كبيرة خاصة من الأسماء وضربي الإخوان تبارك الله. اليوم راحنا كنتواجدوا في سوق أسبوعي ثلاث ابن جيران بإقليم الرحام للأخوت بسير الإخوان جوج شهر 4/2024. وتحية لخوتنا وحبابنا اللي كيشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله. اليوم راه فيديو جديد للإخوان وغنضربوا واحد الدويرة ونشوفوا الثمن، وأي واحد الخوت دخل عندنا يبارطاج معنا الفيديو. الله ييسر الأمور والله يدير الخير تبارك الله. اللهم بارك، الله ييسر، الله يدير الخير، الله يرحمنا، الله يغيثنا. وتحياتي للخوت والحباب تبارك الله، وغنسولوا الاخوان تبارك الله مذوبات السلع الخوت تبارك الله. اللهم ييسر. شحال الثمن ولا شحال؟ 76500، 76500 الاخوان تبارك الله، 76500 تبارك الله. 3825 درهم، 3825 درهم الاخوان تبارك الله اللي عطاونا الخوت تبارك الله. اللهم بارك. السوق شويه الخوت راه فيه الثمن بزاف الاخوان تبارك الله، والسلعه باقا ما خرجتش كالسابه، الناس مازال ما خرجوش تبارك الله. ندورش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. خويا الله ييسر، الله يجيب السلامه تبارك الله. شحال الثمن المعلم؟ شحال؟ انا فيها 6.5 كاعطينا ب7. 66500. سير الله يسر. قاطعنا ب7 تبارك الله، اللهم بارك. 66500 نقيه مليحه مليحه الغلام اخويا، الله يسر تبارك الله. 66500 خوت، 3325 درهم. بلاتي اخويا بلاتي شويه، الله يحفظك. 66500 تبارك الله، 3325 درهم، وقاطعنا ب67 خوت تبارك الله. الله يسر، ندور عندك ليه؟ سير الله يسر، سلعتك بعتيها ولا باقا؟ سير نجعد، قوم نجعد. سير الله يسر، تبارك الله، ندور الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن، الله يصلح الامور. تبارك الله اللهم بارك، ونسولوا على الثمن الاخوان تبارك الله. الله يبارك، الله يصلح الامور. تبارك الله. انا اللي فكيت لك الميزان. الله يسر. جا مع الزوق عليك. هذاك الشيء اللي جيت. والله. شحال سي عبد الرحمن؟ شحال سي عبد الرحمن؟ كيجيب خوت 80، سير الله ييسر، 80000 الخوت، 4000 درهم الاخوان تبارك الله، باش تباعت الخوت جمله. باقي حتى حاجه ما شفنا. سير الله ييسر، الله ييسر تبارك الله. مليح كاين الخوت والثمن راه كاين، واش اللي عطى الله هذا الاخوان تبارك الله، 4000 درهم الخوت باش تباعت. اللهم ييسر، ندور واش دوره في السوق ونشوفوا الثمن. اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله. ونسولوا على السلعه الاخوان تبارك الله، تا هو راه مولاه كساب، راه باقي واقف الاخوان تبارك الله، هو اللي كان بغى يبيع هذيك السلعه ومازال ما باعش اخويا. عمي السلام عليكم. بخير خويا؟ صحيح هاني؟ الله يعزك. شحال اللي عطاوك هنايا؟ 78 تبارك الله، 78 3900 درهم الاخوان. مليحه العيب ما كاينش، باقى عندك من السلعه؟ كاينه السلعه تبارك الله. عنده راه غنشدوا الميره الاخوان تبارك الله، عنده سلعه مليحه الخوت تبارك الله. هذيك من كان مرقد الاول ما شريتيها؟ من الفقيه في الصالح، من كانت صغيره ياك؟ ايوا تبارك الله، اللهم يسر. 40 ها صغيره. ها صغيره؟ ها صغيره. تبارك الله، اللهم بارك الخوت، داك الشيء اللي كاين قالوا رزق الله. تبارك الله، السلعه راه مقاده، السلعه مقاده. مليحه وتوب مليح، قال مليح. تبارك الله، وقال لكم الحبوب ما كاينش. 78 3900 درهم الاخوان، تبارك الله. هذا راه مولاه كساب الخوت، راه باقي عنده الغنم. ونشدوا النميره واللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. اي النمره ديالك المعلم؟ كراسي دي 06 76 13 14 19. سير الله يسر، الله يجيب السلامه اخويا. الله يكرمك، الله يحفظك. الله يسر اخويا، الله يعزك ليا تبارك الله. المليح راه كاين اخويا، كاين تبارك الله، اللهم يسر. تبارك الله، اللهم بارك الخوت، وبغا نسولوا على السلعه بدريه الاخوان تبارك الله. نسولوا خويا عزيز على الثمن، الله يصلح الامور. السلام عليكم سي عزيز. بخير خويا؟ صحيحه. واش مبروك اسيدي؟ شحال الثمن؟ 58 58 الاخوان تبارك الله، 2900 درهم الخوت تبارك الله. اللهم بارك، اللهم يسر. هذه غير بدريه الاخوان تبارك الله، هذه راه جل العيد مزيان الاخوان تبارك الله. الله يسر، السوق شويه بحال عيان الاخوان شويه اليوم، والله يدير الشاول ديال الخير الاخوان تبارك الله، والله يرحمنا تبارك الله. اللهم بارك، اللهم يسر تبارك الله. الثمن راه كاين الخوت في المنشي، الله يسر امور الخوت تبارك الله. ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن الاخوان. 58 2900 درهم.
تبارك الله، اللهم بارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، وغنساول العسليه تبارك الله ديال بويا، اللهم يسر، الله يرحم، الله يستر الامور اخوت، والله يدير الشتا ويدير الخير، رمضان هذا الاخوان راه حنا دايخين، الله يدير الخير تبارك الله. كيداير بويا؟ بخير، صحيحه مزيان، الله يبارك فيك، الله يعزك ليا. كيفاش اش قلتي؟ اش قلتي لي؟ ان شاء الله الله ييسر الامور، تبارك الله، سير الله ييسر، الله يحفظك ليا. الله يحفظك، السوق شويه ما دايرش، الله يتاول تاول ديال الخير، هذاك الشيء اللي كاين. شحال الثمن اخويا؟ الثمن اللي تامرات وخالي، دابا الله يرحم الوالدين، 66 و500 الاخوان تبارك الله العظيم، 3325 درهم. 3325 درهم غمر مرقم الاخوان. انا خوت هذاك اللي كيقول لك العيد ما كاينش، انا الاخوان غمر مرقم الخوت تبارك الله. هاكاك الاخوان دابا كاينين هنا في السوق، اللي بغى يرقم يمشي يرقمو معاه، والله يسر الله يسر. السيد عبد الله سير اللهم يسر، 66 و500 الاخوان اللي عاطينه 3325 درهم. ومرحبا بالاخوان وبالخوت تبارك الله. شحال فيها من راس ابويا؟ 22 راس. فيها 22 راس الحبوب، واحد باريا، واحد باريا عندك شي غير ولا والو؟ السلام عليكم. عاد تقول لك من الخوت واحد باريا؟ كاين طراسه عارفو هنا يوري لي. هو عارفه، عارفه وري لي، راه لي هذا. هو جر 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 اخرى يخرج للجي. عنده الخوت واحد اللي فيه حبوبه وباريا. زيد وريني، الله يرحم الوالدين. في كاينه يا بلاصه هاي صافي بارياتك باري، وراه هنا كنقول داكشي اللي كاين كاين ورصافي. حتى شوف ميداوي ميقرب دايرك الزنيقه صافي. الا كان سي سيمانو يا سير، اللهم يسر. 66 و500 الخوت 3000 525 درهم. عطاونا اكثر دابا شي. عطيني النمره ديالك ابويا. 06 66 66 12 34 34 90 90. الله يسر المشاهدين، مرحبا بهم. سير الله يسر، الله يعاون خويا بويا، الله يجيب السلام، الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير. نضروا الاخوان شدوروا في السوق وشوفوا الثمن. تبارك الخوت، وكنسولوا هذا الاخ الخوت تبارك الله على التسليعه الاخوان تبارك الله، والثمن وسولوا على السوق كيداير، الله ييسر الامور. السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيحه مزيان، الله يبارك فيك. بعتي شحال الثمن؟ 82 مستد الحواله ياك؟ الخوت باع ب 82 تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير، الله ييسر الامور. 82 4100 درهم الخوت، كلهم سنة اللي بالاخوان تبارك الله. سلعة مليحة باينة اخويا، والله إلا مليحة ميصلة تبارك الله عليك، الله ييسر الأمور تبارك الله، اللهم بارك يا ربي يصلح الأمور تبارك الله. كيجاك السوق شوية اليوم المعلم؟ كاين البيع ولكن الثمن اللي ما خلى بيع وشراش. إي والله يدير الشتا ولد الخير، الله يحد الباس. هذا الشيء اللي كان ودو. أي واحد راه يعيد إن شاء الله، اللي كتبري شي حاجة راه يعيد بها، بنادم ما عنده منش يتخلع. والله الخوف من الله سبحانه وتعالى، والله يسر ولد عمي، الله يجيب السلامة اخويا. 82 4100 درهم الخوت. اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير تبارك الله، ونصوروا السعب هذه على الثمن، ونصوروا على السوق كي داير، الله يدير الخير. بو عبد الهادي السلام عليكم، نهار مبروك هذا، صحيحة مزيان. 71 تبارك الله، 3550 درهم. كي جاك السوق شوية؟ كاين اللي وجد كاين. اللي وجد كاين. الثمن شوية. الله يدير الشتا ولد الخير تبارك الله. 71 الخوت 3550 درهم تبارك الله. ما عشرات الملاح الخوت، راه قال لكم ما فيهم لا عيب لا والو لا حبوب لا حتى حاجه الاخوان. لا شدوا الميرو اللي بغاهم الاخوان اتصل به تبارك الله. السلعه راه كاينه، السلعه الوجد كاين والثمن كاين، والله يدير الشتا ولد الخير الاخوان تبارك الله. عشرات الحوار الخوت ملاح تبارك الله، اللهم يسر مليح راه بحق الاخوان تبارك الله. اللي بغاهم الخوت غادي نخلي النمره ديال السعب سعب سميتو، والله يسر الامور. عطيني النمره ديالك السي ديالنا. 06 72 77 17 75. اللهم يسر، الله يسر ليك، الله يجيب السلامه اخويا. اللهم بارك الخوت، الله يدير خير تبارك الله، ونصوروا برحال على الثمن ديال هذه الاخوان تبارك الله، الله يسر، الله يدير خير تبارك الله. حواله ملاح الاخوان تبارك الله، ونصوروا الاخوان، راه كاين الثمن، راه فين ما مشيتي كاين الثمن، اي سوق والثمن ما خلى بيع وشرا. الله يدير الشتا ولد الخير، والله يرحمنا، والله يغيثنا الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. معلم رحال السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال الثمن ابو رحال؟ 92 تبارك الله، اللهم بارك الخوت. 92 4600 درهم الخوت تبارك الله، 4600 تبارك الله.
تا جوج تنايا تبارك الله، غير مراه مليح الخوت والثمن تا هو راه مليح ولا لا يلاه الثمن راه فوق القياس، فين ما مشيت لاي سوق راه كاين الثمن الاخوان تبارك الله. اي واحد اخوت يبارطاجي معنا الفيديو باش الناس تستافد وتعرف البلاك راه كاين الثمن الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. نقيل ما كاين لا حبوب لا ديفو لا والو، الله يرحمنا والله يدير الشتاوي، الله يدير الشتاوي ديال الخير الخوت. 92 4600 درهم الخوت تبارك الله، 4600 الله يسر الله يدير الخير. برحة الله يسر لك، الله يجيب السلامة.